بسم الله الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام متابعينا الافاضل، هكذا نصل مع حضراتكم مع انطلاقة خاتمة اشواطنا مع هذه الفترة الصباحية، شوطنا الثالث عشر من مجموعة هذه الاشواط، حيث اننا نتابع مع حضراتكم انطلاقات سن الثنايا برحلة الثمانية كيلومترات مستأنفين، ما ايضا هذه الفترة الثانية من سباقنا المحل التاسع. نتمنى التوفيق لجميع الاسماء المشاركة في هذا الشوط. هكذا ايها الاخوة الكرام يسير شوطنا الثالث عشر بأمال وطموحات الإخوة المشاركين. نذهب هناك للبداية لنتابع الصدارة وأول الأسماء اللي بدأت في الاندفاع مبكرا نحو ناموس هذا الشوط. هذا هو شعار القمرة يحضر هنا بزرج مع البداية ومع صدارة هذا الشوط. عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة يأتي بالبداية الأولى مقدما لنا زرج مع المقدمة ومع صدارة هذا الشوط. تلتها على المركز الثاني، ثاني المراكز مشاهدينا الكرام تتقدم في هذه اللحظات وتصل على المركز الثاني انتفاضة المملوكة لخليفة بن حمد بن خليفة العطية قادمة مع المركز الثاني، بينما ثالث الأسماء هنا تتقدم مشاهدينا الكرام صعوبة مع المركز الثالث. صالح بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل يقدم لنا صعوبة مع المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما نتابع هناك رابع الأسماء ورابع المراكز العنود من بدأت هنا في الانطلاق والتقدم، محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. هذه العنود قادمة بشعار الشنجل موقعها في المركز الرابع هذه اللحظات، ومن العنود ننتقل إلى المركز الخامس ونتابع مع خامس المراكز مشاهدين الكرام من تصل في هذه اللحظات مع المركز الخامس. يأتي التقدم في هذه اللحظة مشاهدين الكرام والاندفاع هنا مع المركز الخامس، وشاهد تقدم من فتوى من هجن التحدي في هذه اللحظات وصلت وخذت المركز الخامس. هكذا النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام على مسار هذا الشوط، شوط الختام مع الفترة الصباحية مع تحديات سن الثنايا هنا بانطلاقة الثمانية كيلومترات. نتابع مع حضراتكم مسار هذا الشوط وما يحمل من أسماء قوية، أسماء مشاركة في هذا الشوط لها أيضا مشاركات مميزة في أشواط رئيسية. نتابع مسار القمة، نتابع مسار الصدارة، هناك شعار القمرة حاضر ومنطلق مع البداية. أول من أعلنت تواجدها زرج مع المركز الأول ولا زالت هنا تنطلق بالبداية الأولى. هذه زرج مشاهدينا الكرام تأتي بمسار هذا الشوط خاتمة أشواطنا مع الفترة الصباحية وتحمل شعار القمرة مندفعة هناك بالمركز الأول. عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة يأتي بالمركز الأول بحضور ومشاركة زرج مع البداية ومع صدارة هذا الشوط. أما المركز الثاني فمع ثاني المراكز مشاهدين الكرام شعار العطية قادم هنا بتحدياته وانطلاقة انتفاضة. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقدم انتفاضة مع المركز الثاني في هذه اللحظات. هكذا مشاهدينا الاعزاء موقع انتفاضه حامله لشعار الجريان منطلقه بالمركز الثاني في هذه اللحظات، وايضا انتفاضه خطيره على ناموس هذا الشوط تحمل شعار له بصمه كبيره في هذا الموسم وهو شعار الجريان. ننتقل من انتفاضه لنتابع مسار المركز الثالث، اما ثالث المراكز فهناك العنود محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل يقدم لنا العنود مع المركز الثالث. المركز الرابع تأتي صعوبة، صعوبة مع المركز الرابع، والصعوبة هنا تندفع بهذا الانطلاق المميز. صالح بن سالم بن محمد بن سالم بن جهويل يقدم لنا صعوبة مع المركز الرابع. نتابع المركز الخامس، المركز الخامس فتوى من هجن التحدي هنا قادمة بانطلاقتها وب
بنجوميته الواضحة هنا بمسار هذا الشوط. هكذا مشاهدين الأعزاء الخمس المراكز المسموح لها بالنداء والشعارات والأسماء ما خلف دائرة النداء، ننتظر أيضا دخولها إلى عالم الإذاعة. هنا نشاهد معكم أيها الإخوة الكرام هذا الشوط بجديدة إلى خط النهاية ما بين حنايا ميدان الشحانية، ميدان التحدي، ميدان الجميع. نعود إلى البداية إلى مقدمة الشوط. ما شاء الله، شوف زرجلي غادرت مبكرا، بدأت مشاهدين الأعزاء أيضا تصنع فارق مميز ما بينها وما بين بقية الأسماء. زرج مع البداية في رصيدها سيارتين في هذا الموسم في مهرجان المؤسس وفي مهرجان الأمير الوالد. هذه معلومات زرج. شكرا يا كمبيوتر الشحانية على المعلومات القيمة. هذه زرج إذا مشاهدين الكرام تحضر أيضا بتاريخ مشرف بإنجازات حاضرة في هذا الموسم. زرج هي خطيرة في هذا الشوط وانطلاقتها أخطر وفارقها فارق مميز ما بينها وما بين المركز الثاني. تحمل لشعار عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة. هناك مقدمة لنا زرج مع البداية ومع صدارة الشوط. أما المركز الثاني فانتفاضة مع ثاني المراكز، انتفاضة مع شعار الجريان حاضرة بأداء الكبار. تنطلق على مستوى المركز الثاني في هذه اللحظة خليفة بن حمد بن خليفة العطية مقدما لنا في رصيدها سيارة في هذا الموسم في مهرجان الأمير الوالد. ما شاء الله، شوط أيضا مليء بالسبق، مليء بالأسماء الرنانة. هكذا مشاهدين الأعزاء إذا تاريخ انتفاضة في هذا الموسم. تنطلق بالمركز الثاني، نشاهد المركز الثالث. أما ثالث المراكز فهناك تنطلق فيه العنود محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل مقدم العنود مع المركز الثالث. بينما رابع المراكز وصلت هنا فتوى من هجن التحدي حاضرة بمسار الشوط منطلقة في هذه اللحظة بالمركز الرابع ومع المركز الخامس. وصل شعار العيد مع الذيبة، الذيبة في هذه اللحظة مع المركز الخامس. السالم بن سعيد بن محمد العيدة يقدم الذيبة في هذه اللحظة، يقدم هذا المسار الجميل بحضور الذيبة ومشاركتها في هذا الشوط. ما شاء الله على الأسماء الحاضرة، الشعارات القادمة، أشوف أسماء خطيرة، أسماء حاضرة في هذا الشوط، تاريخها مشرف. أيضا نشاهد معكم أيها الإخوة الكرام مسار شوط الختام ونجومية حاضرة في هذا المسار. لكن القمرة أعلن المغادرة مبكرا بانطلاقة زرج، وهذه زرج مشاهدين الكرام تصنع فارق مميز وتنطلق بالمركز الأول، غادرت بالصدارة. هنا مشاهدين الكرام بحفظ الله ورعايته انطلقت هناك مع الصدارة مع المركز الأول. عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة يقدم لنا زرج مع البداية ومع صدارة هذا الشوط. أما انتفاضة فمع المركز الثاني في هذه اللحظات لا زالت موقعها هناك، تحمل شعار الجريان وتنطلق بالمركز الثاني. خليفة بن حمد بن خليفة العطية يقدم لنا انتفاضة مع المركز الثاني. بينما ثالث الأسماء المركز الثالث أتابع انطلاقة وتحديات العنود مع الشنجل محمد بن ناصر بن محمد الشنجل من يقدم العنود مع المركز الثالث. والمركز الرابع الذيبة، الذيبة مشاهدين الكرام مع رابع المراكز السالم بن سعيد بن محمد العيدة ومع المركز الخامس. الله يا سلام، شوف الأسماء القادمة، شوف الشعارات اللي وصلت في هذه اللحظة. هجن التحدي بدأت تقدم فتوى مع المركز الخامس، ولكن ما خلفها أشوف الأسماء قادمة. بدأ الهجوم المكثف على ناموس هذا الشوط، بدأت الأسماء في الظهور، منها شعار المسند، شعار الأنيق بدأ يتقدم بحضور مضايا. يا سلام يا هذا الشوط، يا سلام يا هذا الشوط. هذه مضايا مشاهدين الكرام قادمة بتحدياتها الواضحة، لكن
هناك المقدمة زرج والصدارة، زرج وناموس هذا الشوط حتى اللحظات مع شعار القمبرة تنطلق بالمركز الأول. إذا زرج مع الصدارة مع الناموس حتى هذه اللحظات منفردة هناك لحالها في المقدمة وصدارة الشوط. عبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة يقدم لنا زرج انتفاضة مع المركز الثاني وتحديات المركز الثاني، خليفة بن حمد بن خليفة العطية ومع المركز الثالث مضايا. يا سلام يا مضايا، ناصر بن عبد الله بن احمد المسند ينطلق بالمركز الثالث. المركز الرابع تتقدم فيه مشاهدين الكرام طايلة محمد بن هادف بن علي بن الديلة، والمركز الخامس أتابع الذيبة مع شعار العيد هناك تندفع بالمركز الخامس هالب السعيد بن محمد العيد. أجواء الكيلومتر الأخير، أجواء الكيلومتر المثير، هناك البداية زرج انتفاضة وزرج في صراع ثنائي على ناموس الشوط. الله يا سلام، انتفاضة غيرت، انتفاضة بدأت تنتزع المركز الأول انتزاعا، عصاتها في الإبطان، دفعها ذاتي وأداها تلقائي. هذه انتفاضة مشاهدين الأعزاء تحمل شعار الجريان، يتابعها المغامر سعيد بن بطل الزعبي، يقدم هذه النجومية الصباحية على ميدان الشحانية. انتفاضة انتفاضة انتفاضة، هذه انتفاضة مع المركز الأول، انتفاضة مع الناموس، انتفاضة هنا مشاهدين الكرام على الدفع الذاتي ولدى التلقائي تندفع بالمركز الأول. انتفاضة مشاهدين صاحبة الشلفة أيضا في العام الماضي، انتفاضة انتفاضة مشاهدين، أو هي على المركز على في المركز الثالث على الشلفة في العام الماضي، انتفاضة مع شعار الجريان وتندفع هنا بناموس هذا الشوط، مؤكدة حضورها ومشاركتها الفعالة في هذا الموسم، حاضرة والعصا في الأبطان، منطلقة بالمركز الأول مندفعة بهذا الأداء الجميل. شكرا يا سعيد بن بطل الزعبي على تقديم انتفاضة في مسار هذا الشوط، وشكرا على أداء انتفاضة اللي قدمت عرضا مميز، عصاها في الأبطان برحلة 8 كيلومتر. مضايا مع المركز الثاني وصلت في هذه اللحظات بشعار المسند، بينما المركز الثالث المركز الثالث وصلت زرج العبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة. المركز الرابع المركز الرابع الوصول من الذيبة سالب سعيد بن محمد العيدة. المركز الخامس الوصول كان من العنود المملوك لمحمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجل. هكذا النتيجة مشاهدين الكرام متابعين الأفاضل، ولكن انتفاضة لحظات الإعادة كما نتابعها مع حضراتكم هي التي حظت على ناموس هذا الشوط. مهدي السلامات إلى شعار الجريان، توقيت زمني 12 دقيقة 48 ثانية من أو 49 ثانية من دون أجزاء من الثواني. هكذا مشاهدي الكرام توقيت انتفاضة من 8 كيلومتر، والعصا في الأبطان، تهانينا والناموس لخليفة بن حمد بن خليفة العطية. المركز الثاني وصلت في مضايا بفترة زمنية مقدارها 12 دقيقة 58 ثانية 5 أجزاء من الثواني، تهانينا والناموس لناصر بن عبد الله بن أحمد المسند على فوز مضايا بالمركز الثاني. بينما المركز الثالث الوصول كان من زرج في فترة زمنية مقدارها 13 دقيقة وثانية واحدة 7 من الأجزاء من الثواني، التهنئة والناموس لعبد العزيز بن صالح بن حمد القمرة على فوز زرج بالمركز الثاني.